بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. أي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. نبدأ بأخبار البطولة الوطنية. البارحة تلعبت الدفعة الثانية لمقابلات الجولة الثالثة، تحديدا مقابلة المجموعة الأولى. قوي في القفصة انهزم على أرضية ميدان أمام النجم الساحلي بنتيجة 3-0. اتحاد بنقردين فاز على ضيف الملعب التونسي بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة الأولمبي البيجي فاز على مستقبل سليمان. الفوز هذا كان أحكي عليه معنا مدرب فريق عاصمة السكر نبيل نغيز، وهو شنو قال. بطبيعة الحال نظن كل الانتصارات مهمين، كل مباراة مهمة، الحمد لله رب العالمين وربي كرمنا بثلاث نقاط اللي كانت صعبة جدا، لأن ما يخفاكش اليوم خامس مباراة في 15 يوم. شفت باللي الشوط الأول كنا مرتبكين كثير، مهما سجلنا يعني مبكرا، ولكن شفنا الارتباك على اللاعبين. أول مباراة داخل الديار كان شوية عليهم ضغط، شوية ستراس، عدلونا يعني بطريقة اللي ما كناش ننتظروا فيها. نظن الحمد لله رب العالمين، يعني في الشوط الثاني خدمنا تغييرات اللي جابت الثمار تاعها، والفريق تسرح 100%. خدمنا كره جميله، خدمنا الكره اللي نتقنوها واللي نلعبوها دائما على اليمين على اليسار، سيطرنا سيطره كليه، جبنا هدف ثاني، ممكن كان هدف ثالث. على العموم نقول الحمد لله رب العالمين، ونشكر اللاعبين، نشكر الجمهور اللي دعمهم كثير، نشكر كل الناس اللي واقفين ورا هذا الفريق الفتي، فريق يعني اللي تغير ب 90%. لازم له وقت، لازم يصبروا عليهم. رانا شفنا الاراده فوق الميدان، شفت اليوم ثلاث تغييرات اضطراريه للاصابات، يعني خمس لاعبين مصابين وكملوا المباراه، ثلاثه خرجوا وزوج كملوا المباراه. يعني نظن في هذه الظروف الصعبه وتجيب ثلاث نقاط ثمينه جدا تاكد المباراه تاع النجم الساحلي. على العموم اليوم الحمد لله ثلاث مباريات، ست نقاط من تسعه، رانا في السكه الصحيحه. عندنا دقة متسع من الوقت، 21 يوم ان شاء الله، باش نقدروا نعاودوا نرجعوا للفريق ونرجعوا المصابين ونبنيوا يعني الفرقه درجه درجه. ولكن دائما النداء نتاعي للجماهير انهم يصبروا على هذا النادي، يعني عندما تغير الفريق يعني ب 80%، شيء صعيب، شيء صعيب جدا، وتبدا بخمس مباريات في 15 يوم، اصعب من هذا. يعني شفت المباراه تاع الملعب التونسي وين يعني كانت اثرت علينا كثير، وشفناها اليوم في الميدان. ولكن هذا فوز القلب، فوز الإرادة، فوز العزيمة، والحمد لله نية صادقة داخل المجموعة، عائلة. هاد اللاعبين عندهم شغف، عندهم روح، عندهم عزيمة باش يبرزوا ويمثلوا ألوان النادي، يعني أحسن تمثيل، ويشرفوا ودائما يفرحوا للجماهير. الحمد لله نظن اليوم فوز مستحق، فوز صعب، وإن شاء الله إن شاء الله ربي نكملوا يعني في المستقبل أحسن من اليوم إن شاء الله. البطولة الوطنية باش تركن للراحة لمدة 10 أيام، وباش يتم إفساح المجال للمنتخب الوطني اللي باش يواجه بوتسوانا نهار الخميس 7 سبتمبر مع 8 متاع الليل في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا القادمة، ومن بعد باش يتحول للقاهرة وين باش يواجه نظيره المصري نهار 3 سبتمبر. البارح كانت تنطلق التحذيرات عناصرنا الوطنية لزوز ماتشوات هذم. منتخبنا كان خاض الحصة التدريبية الأولى في الملعب الفرعي برادس بمشاركة كل من بشير بن سعيد، معز حسن، علي العابد، ياسين مرياح، إلياس بن سعد، علي أغرام، وسامي شوشان. اليوم منتخبنا باش يجري حصة تدريبية ثانية مع 5:30 متاع العشية في الملعب الفرعي برادس. نحكي تنس. البطلة التونسية أونس جابر باش تخوض اليوم في الليل مواجهة مهمة أمام الصينية كيوين زهانغ المصنفة 23 عالميا في إطار ثم النهائي بطولة أمريكا المفتوحة للسيدات. المقابلة باش تكون هي الثالثة على ملعب لويس أرمسترونغ، موعدها يمكن يتأخر أو يتقدم حسب سير المباريات السابقة، فحظ موفق لوزيرة السعادة. نمشي لكرة القدم العالمية. هات نعطيكم نتائج مباريات محترفين مع أنديتهم في الدوريات الكبرى. في البوندسليغا أينتراخت فرانكفورت يتعادل على أرضية ميدان 1-1 أمام كولن. لعبنا الدولي التونسي إلياس السخيري كان خاض كالعادة مباراة كاملة وتحصل على أفضل تنقيب في فريقه بنتيجة 7.7. يونيون برلين انهزم على أرضية ميدان 3-0 أمام لايبزيش. عيسى العيدوني لعب حتى الدقيقة 71، وقتها النتيجة كانت تشير لتأخر فريقه بنتيجة 1-0 فقط. في البريمير ليج أرسنال يحسم القمة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1. لعبنا الدولي حنا بعل المجبري كان على بنك البدلاء في المقابلة هذه وما تمش إقحامه. في فرنسا لوريون هزم 3-0 خارج قواعده أمام لوهافر. لعبنا الدولي منتصر الطالبي خاض مقابلة كاملة وتحصل على ثاني أسوأ تنقيط في ملاعبية فريقه. نكملوا مع ليغ اون. ليل انتصر 1-0 امام مونبلييه. وهبي الخزري بدا كاساسي وخرج في الدقيقه 76 وخذا اسوا تنقيط في فريقه 5.7.
نختموا بالكالتشو الايطالي، ليتشي فاز على ساليرنيتانا بنتيجه 2-0. حمزه رفيعه كان لعب حتى الدقيقه 62 وتحصل على اسوا تنقيط في فريقه 6.4. كان هذا كل شيء في بريف سبور اليوم. اخبارنا متواصله على سيت tunisienumerique.com. نتقابلوا في مواعيد لاحقه. باي باي، نسلكم.